وحول الاجتماع المشترك بين الحكومة واللجنتين الماليتين بالشورى والنواب، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد أحمد صباح السلوم، عضو مجلس النواب، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس. سعادة النائب، هل لك أن توضح لنا أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال هذا الاجتماع مع الحكومة؟ مساء الخير، أشكرك على الاستضافة. في البداية أحب أولا أن أشكر القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، وكذلك المتابعة المستمرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، اللي من خلالها استطاعت مملكة البحرين بفضل الحزمة الاقتصادية اللي كانت 4.3 مليار دينار بحريني للتصدي والتعامل مع كافة المستفزات التي خلفتها جائحة الكورونا. وعلى هامش هذا الموضوع كان عندنا اليوم اجتماع مع الحكومة بوجود أعضاء مجلس الشورى في اللجنة المالية، وتم في البداية التكلم عن الحزمة المالية وأثرها الإيجابي لدعم المؤسسات والحفاظ على وظائف البحرينيين في القطاع الخاص، وأيضا تم التكلم عن المؤشرات الإيجابية ابتداء من شهر مايو على الواردات والصادرات والمبيعات نتيجة لهذه الحزمة، وكذلك تم التكلم عن التحديات في انخفاض الإيرادات العامة وزيادة العجز وزيادة الاحتياجات التمويلية والتحديات القادمة اللي راح يعني إن شاء الله نتخطاها ونحولها إلى إنجازات، وتم التأكد على المحافظة على العمالة الوطنية ودعم القطاعات الأكثر تضررا، وتمت المطالبة بحزمة إضافية بالثلاث أشهر القادمة، وتم من خلال الاجتماع رفع مرئيات أصحاب السعادة النواب وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وتمت يعني الترحيب من الحكومة في أن في حاجة أن يتم دعم القطاعات المتضررة ودعم كذلك البحرينيين في القطاع الخاص بحزمة إضافية حق الثلاثة أشهر القادمة. نعم، إذن سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، شكرا جزيلا لك.